يقول السائل: إذا ذبحت ذبيحة لرجل كي ينفعني في أمر من الأمور التي يقدر عليها، فهل هذا من الشرك؟ لا، ما هو من الشرك. ذبحت على شان انه يساعدك ولا؟ نعم، ما في فضيلة الشيخ. اكرمته على شان يساعدك ولا يفزع معك ولا ما اشبه ذلك، ما في. بس نعم.